How are you? Talk about unit 1, activity book, page 5. Punctuation mark, speech marks, يعني التنقيط. هذا موضوع قديم وعليه 5 درجات كامتحان نص السنة وأخير السنة. علامات التنقيط احنا ماخذيها من زمان. اليوم راح ناخذ علامة اسمها speech marks، هي علامة تحديد الكلام. فارستين، تتألف من فارستين، توضع دائما بجملة القول. When we report what people asked or said, we have to use a speech mark. يعني معناته عندما نقرر ماذا الناس يسألون أو يقولون أو قالوا أو سألوا، راح نستخدم هذه العلامة، هي تحديد الكلام. خلينا نشوف السؤال، نفتهم شنو معناته. من ناحية اللغوية هو كلام أو سؤال لشخص ما، ينقل ما يريده من أقوال وأسئلة. لازم تربط القول أو السؤال يقوله بمن بيه. السبيتش مارك هي علامة الفارستين، هاي من ننقلها من خلال وجود أفعال تستخدم بهذا الكلام التحديد، هي السيد والأسكت والأنسرد. شوف، خلينا نشوف شنو القصد من أدهم. ماك سيد I am a good photographer، أنا جيد بمن بالتصوير. يا بنتي، انت اول ما تجيك هاي الجمله طبعا تطبقين القواعد التنقيط القديم، هي انه بدايه الجمله لازم يكون حرف كبير، تشوفين الاختصارات، تشوفين انه مثل هنا اداه استفهام نحط لها علامه استفهام القديمه كليتها تستخدميها. تبدين هسه تطبقين. يا بنتي، اذا اجتي احد الافعال اللي ذكرتها وافعال اخرى اكو طبعا في بدايه الجمله، طبعا هذا هو اسم القائل ماك، وهذا فعل القول، وهذا جواب أو جملة القول. إيش راح تسوين؟ راح طبعا حرف كبير، هنا ماكو حرف كبير، راح نحط الكما بصف السيد ونربط هذه الجملة بمن؟ بالفارستين، بدائية ونهائية، مع وضع نقطة في الستوب، داخلية وليس خارجية. هاي بالنسبة. أما إذا إجت هاي في حالة لأنه حطينا هذا الترتيب أو الكما بالبداية لأنه أجدتي هذه الأفعال في بداية الجملة، لكن إذا أجدتي في النهاية شلون راح تصير الطريقة؟ طبعا همين جملة I am a good photographer Mac said، قال ماك أنا جيد بمن بالتصوير. فأنت تتبهين ما دام أجدتي بالنهاية طبعا أحط لها في الستوب نقطة وأدخل الكما بجملة القول وليس بصف ماك، وأربطها بمن؟ بالعلامة speech mark بين الفارستين. تختلف إذا جت بالبداية أحط الكما والفارزة بصف الأفعال، لكن إذا جت بالنهاية أحط بصفها نقطة وأدخل الكما داخل الجملة. طبعا عندنا مهمات الأشياء، شوفيها بسيطة بس كلش مهمات. هاي في حالة إذا كانت الجملة مثبتة affirmative وذني الأفعال بلجتي بالبداية وفجتي بالنهاية من ذن ذكرتين. يقولك هنا look at the commas in the both sentence، انتبهي للكما شنو الاختلاف الصار، لأنه هاي بالبداية وهاي بالنهاية، فصار بالبداية بصف الفعل، بالنهاية ذائجة، الكما داخلية وأربطها بالspeech marks. انتبهي لهاي الجملة، يقولك is Rafid good at writing stories I asked. شوفي رافد حرف كبير لأنه اسم، وإز همين بالبداية حرف كبير، بابا عن أن الجملة ما بيها فد شي طبعا، والآي وين ما تروحين لازم حرف كبير. انتبهي لهنا شنو الاختلاف، بابا عن الجملة بالبداية مو جملة مثبتة، بل إنما أجت حتى بأفعال مساعدة، فإذا جملة استفهامية. شو راح أسويها يا ماما؟ وأباوع هاي الأفعال بالنهاية الجملة وليس بالبداية، أحط لها نقطة وأحط علامة استفهام الجملة القول بس داخلية وليس خارجية، وأربطها بمن؟ بعلامة التحديد الكلام، مو خارج الاستفهام أحطها وأربطها بعلامة التحديد، لا، أدخل الاستفهام وأربطها بعلامة تحديد، هي speech mark. هاي هنا لأنه استفهامية بدها مو جملة مثبتة، سواء سواء آر سواء أدوات استفهام نضع علامة الاستفهام،
وأربطها بما بالسبيتش مارك. هذا الفريق هنا جملة شو يسموها استفهامية، هنا مثبتات مواقع، حين انتبهين هاي النقطة تحاسب عيني. هسه نجي هنا أكو تمرين جدا مهم، يقول لك now write this question and answer with the correct شو يسموها punctuation mark. يقول لك هنا اكتبي الأسئلة وأجيبي باستخدامك بالعلامات التنقيط الصحيحة. يقول لك are you coming to peach my brother asked. باوعتي هنا طبعا اباوع جملتي، منو الحرف الكبير، منو مثلا اختصارات او اي قواعد قديمه. طبعا حرف الار هو كبير، بس اثناء ما انتبه وجود الاسكت هي احد هاي الافعال اللي تستخدم بتحديد الكلام. وجدتي بالنهايه ما جدتي بالبدايه، فايش راح اسوي؟ طبعا وباوعت انه الجمله ليست شو يسموها مثبته، اما بدايه احد الافعال المساعده. طبعا انزل الجمله وحط علامه استفهام داخليه واربطها بالسبيتش مارك، وبعدين حرف كبير للماي الام وانزلها واحط النقطه نهايه الفعل. عيني لانه جتي بالنهايه فاحط لها نقطه في الستوب، وبعدين اربط الجمله هاي بالاستفهام بيمن، احط الاستفهام واربطها بالسبيتش مارك. خلينا نشوف اللخ. I answered I have to write an article. شوف هنا اجتي هاي الافعال بالبدايه، واني نبهت يا بناتي اذا جتي بالبدايه طبعا قبل ما هاي هم نشوف الجمله شنو الحرف اللي يتكبر شنو الهاي. اول الاي حرف كبير بدايه الجمله، والاي وين ما تروح بحرف كبير. انزل الفعل واحط الكم بصفه، ها يعني جتي بالبدايه، ها لا تفتهميني ما جتي بالنهاية، لو بالنهاية أدخلها بجملة القول وأربط وحط نقطة طبعا العفو، وأربطها بيمن بجملة القول، النقطة داخلية وليس خارجية، وأربطها بجملة القول. هاي بالنسبة لمن إلى أحد أدوات التنقيط أو هي السبيتش مارك، ربط جملة القول بها فارستين بدائية ونهائية بشروط وبأفعال، هي الأسك السيد الأنسر وأن. بعد أكو هواي أفعال بس تنتبهين، هل جملة استفهامية يعني نضع علامة استفهام، هل جملة خبرية أو مثبتة. هاي بالنسبة أنا راح أدزلكم هسه الملاحظات وتكتب في دفتر الملاحظات حبيباتي. هاي بالنسبة لهذا الموضوع.